إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لما جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عند أحمد، فقالوا يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، ما نحب أن لنا به الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام، أو قد وجدتموه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال، ذلك صريح الإيمان. إن هذه الدار هي دار امتحان وابتلاء، وفي ذات الوقت هي دار مصيدة من الشيطان لبعض ضعاف النفوس من العباد، لأن العبد المؤمن يعلم علم اليقين أن كل ما يجري هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، وسبق في علمه، ولا استدراك على قضاء الله وقدره، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. فهذه عقيدة المسلم، لكن في بعض الأحيان ترد عليك الوساوس، وهذا باب ومدخل يدخله الشيطان لنفوس المؤمنين، فيقابل ذلك بالصد عنه وبرد كيده إلى الوسوسة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وبعض الناس عوض أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويحسن الظن بربهم تبارك وتعالى، تجدهم يتكلمون بهذا الأمر ويتبجحون به ويتلفظون به ويلقونه في المجالس الخاصة والعامة وعبر وسائل التواصل. الشيطان وضع شراكه مع الأسف، واغتر من اغتر بما يجري للأمة الإسلامية في هذا الزمان من تسلط الأعداء عليها في كثير من البلاد التي كانت تنعم بالأمس بالأمن والأمان ورغد العيش. إن شئت سل الشام أو العراق، سل اليمن أو سل ليبيا أو سل تركستان الشرقية أو غزة وفلسطين والسودان الجريح المنسي الذي تعمد الإعلام تصفيته بامتياز، وهذا كله تواطؤ حتى لا نشعر بأن هناك تغطية إعلامية عما يجري على أرض السودان التي كانت تسمى بالأمس القريب بلد السلة العالمية والقفة الغذائية العالمية. ها هو اليوم نراه ساحة من ساحات التطهير من قبل عصابات الدعم السريع، ولا أحد يتكلم.
وإن تكلمنا تكلمنا من غير ضوابط شرعية. أين الله مما يجري للمسلمين في السودان وفي فلسطين وفي غزة على وجه التحديد إلى غير ذلك من البلدان التي اتسع جرح أمتنا من خلالها؟ لأن معظم المجازر التي تقام إنما هي في بلدان إسلامية. وقدرنا أن الله جعلنا من المسلمين، ونحمد الله على هذه النعمة أن جعلنا من المسلمين وأن جعلنا من عباده الذين يعبدونه وحده لا شريك له. الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير البشر وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله أن جعلنا من الأمة المرحومة كما قال عليه الصلاة والسلام. حينما يتذكر المسلم هذه المعاني وهي كثيرة، وأنا سوف أختزل الخطبة اختزالا وذلك راجع لضيق الوقت كما أخبرني بذلك الإخوة، فلهذا سوف أعصرها عصرا حتى لا أشتت أذهانكم حينما أتفرع في بعض الموضوعات المتعلقة بهذا الموضوع الحساس. باختصار، المسلم لا يقول أين الله مما يجري، ولماذا لا ينتصر الله للمستضعفين، أما وعد الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بالنصر والتمكين، إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة. قف عند هذا الحد وتأدب مع ربك جل وعلا، فالله يسألك إذا امتحنك وابتلاك بما قابلت هذا الامتحان وهذا الابتلاء، ولا ينبغي أن تسأل ربك لما امتحنتني، فهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. هذا من جهة. من جهة أخرى يقول أحدهم إن ربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم ولو يشاء الله لانتصر منهم، فلماذا لا ينتصر للمستضعفين؟ ومن قال لك أن الوعيد الذي ورد في حق الظالمين البغاة المعتدين الجزارين يكون في الدنيا، لما خلق الله عز وجل الجنة والنار؟ لما جعل الله عز وجل يوما كلنا سنقف بين يديه، وهو يوم الحشر والنشور، يوم نقف بين يدي ربنا جل وعلا، وحينها توزن الأعمال، وهناك صراط، وهناك حساب، فالأمور بمحصلاتها النهائية لا بمقدماتها. فقد يمري الله سبحانه وتعالى للظالم ويعجل له بالعقوبة في الدنيا مع ما يدخر الله له من أشد العذاب والعقوبة في الآخرة، وقد يؤخر له العقوبة إلى الآخرة. لما تستعجلون؟ وأملي لهم إن كيدي متين، ثم نستدرجهم من حيث لا يعلمون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. عاجلا أو آجلا، احمد الله جل وعلا أن جعلكم مسلمين. هذا دين عظيم من الله به علينا، ولا ينبغي أن نقول وأن نردد بأننا في الذيل أو في المؤخرة، ومن يهن يسهل الهوان عليه. ما بجرح بميت إيلام. هذه الأمة ستمكن ولو بعد حين. هذه الأمة غاب عنها التمكين لأنها لم تأخذ بأسباب التمكين. ها
هذه الأمة أمة منصورة، لكن لسنا مؤهلين في الوقت الحاضر لنستحق نصر الله جل وعلا، لأننا ما نصرنا دينه ولا نصرنا شرعه ولا نصرنا المظلومين الذين استغاثوا بنا، ولكن آهاتهم واستغاثاتهم وجدت صدى فرجع إليهم. هل اتخذنا أسباب رفع الظلم عن المظلومين؟ هل نصرنا المستضعفين في كل مكان؟ هذه الأمة العبرة بالمآلات، أمة ممكنة وهو وعد الله، وهذا الوعد لا يتخلف. هذه الأمة في كثير من بلاد الدنيا محاصرة وتجوع وتذبح وتمارس عليها أبشع ألوان وأنواع الإجرام والإبادة الجماعية، وهذه المشاهد التي تتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي حركت الحجر، وبعض بني جدتنا لا زالوا يبررون للظلم والجريمة، بل ويصطفون مع العدو في صف واحد. هذا كله ابتلاء، لكننا لم نفهم بعد معنى الابتلاء ومغزى الابتلاء ومراد الشارع من الابتلاء. ابتلي سيد ولد آدم وابتلي الأنبياء قبله، فلمن العاقبة؟ كانت العاقبة للمتقين، وهذه العاقبة دائما تكون للمتقين. فهل نحن متقون؟ فهذه الأسئلة هي التي تحتاج إلى جواب، والجواب لا ينبغي أن يكون عبارة عن إنشاء أو جمل رنانة أو خطب تهز المنابر لكن لا حظ لها على أرض الواقع. مع الأسف نحن وقعنا في أعمال لا ترضي الله جل وعلا، ونبرأ إلى الله جل وعلا من هذا التخاذل المشين الذي لا يرضي الله جل وعلا، ولا نستطيع رفع ضر عن متضرر ولا نصرة مظلوم إلا من خلال وقفات احتجاجية أو مظاهرات. مد 9 أشهر والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية والمؤتمرات، هل نصرت هذه المظاهرات والاحتجاجات والشعارات ورفع الأصوات حتى تبح هل نصرت مظلوما؟ هل داوت جريحا؟ هل فكت أسيرا؟ نعم، هل رفعت ما نزل بأهلنا في غزة وفلسطين وفي غيرها؟ الوضع على ما هو عليه، الوضع على ما هو عليه. لماذا؟ لأن من بني جدتنا من الخونة من يسالم في شد في تشديد الحصار ويسعون إلى فكه خلف أجهزة الإعلام وفي اللقاءات وما تحت الطاولة، هم يريدون هذا التجويع. ومن مات جائعا بسبب الحصار فقد مات صبرا، ورسول الإنسانية، ولسنا بحاجة إلى من يلقننا دروسا في الإنسانية أو مواقف في الإنسانية. رسول الإنسانية عليه أفضل الصلاة والسلام نهى أن تقتل البهائم صبرا، وفي رواية أن تقتل الدواب صبرا. ما معنى الدواب تقتل صبرا؟ أي تحبس من غير طعام ولا شراب حتى تموت. هذا في حق الحيوانات، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
لأنها لا تستطيع أن تتكلم ولا أن تعبر، لأن الله جل وعلا فضلنا بهذه الجارحة اللسان لكي نعبر عما يجول في خاطر. الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح إلى سهل بن الحنظلية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعيرا لاحق ظهره ببطنه من شدة الجوع، من شدة الجوع رأى بعيرا جبلا التصق ظهره ببطنه، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في هذه الدواب المعجمة. ما معنى المعجمة؟ أي لا تستطيع أن تتكلم ولا تستطيع أن تشتكي ولا تستطيع أن تقول أنا بحاجة إلى طعام أو شراب أو أنا جائعة. أهلها صرخوا، استغاثوا، نقلت صرخاتهم عبر محطة إكس وعبر محطات كثيرة، لكن صدى هم رجعا إليه. فالجوع هو الجوع. وإذا تكلمت عن غزة فلا أغفل السودان، كم مات من أهل السودان. إياكم أن تظنوا أن الحرب في السودان إنما هي حرب أسلحة، لا السودان ولا غزة، فالحرب ليست مقصورة على السلاح، الحرب النمطية تقليدية، إنما هي حروب، حروب وأشدها، أشدها فتكا هو الخذلان. خذلناهم، وهذا أكثر شيء يؤرق أهلنا في السودان وفي غزة وفلسطين وفي بلاد الشام والعراق وغيرها من بلاد الدنيا. أمة جسد واحد يخذل بعضها بعضا، ونتفرج عليهم ونتابع كأس أوروبا وكأن شيئا لم يقع، ومنهم من يتابع كأس أمريكا وكأن شيئا لم يقع، وكأن هذه مياه رخيصة وليست دماء تراق، وسنسأل عنها، وكل من موقع مسؤوليته سيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى. الكثير من البلاد الأوروبية فتحت أبوابها للأوكرانيين كلاشئين حينما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، ووجدوا امتيازات، الأوكرانيون وجدوا امتيازات، أفرغت مستشفيات في هولندا من أجل إقامتهم، وتكفلت الكثير من البلاد بمصاريفهم من تطبيب وإعاشة وتعويض، وكانوا لهم نعمة المستقبل، استقبلوهم. أين السودان؟ من يحد السودان؟ من يحد فلسطين؟ أليست دول إسلامية؟ أما أخذتنا النخوة؟ إن شئت قلت نخوة العروبة لمن يتغنى بالعروبة، وهو شعار سقط من زمان، شعار البعث العربي من خلال مؤلف كتابه ميشيل عفلق. سقطت كل الولاءات، حتى الولاء الذي يجمع بيننا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من يمارس اليوم الحصار والتجويع؟ دول تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دول ترتزق من مصدر رزق خبيث، لأننا نتاجر بأعراض أهلنا في غزة وبدمائهم. من يريد الخروج للعلاج؟ قبل يومين في تصريح لمالك شركة هالة السياحية لجريدة نيويورك تايمز يقول بأننا رفعنا تكلفة الخروج بالنسبة للجرحى ولمن يريد خروج من غزة إلى مصر من 5,000 دولار 15,000 دولار.
بينما المعبر الآخر معبر طابة الذي يعبره اليهود إلى مصر $20، فنرقص على مآسينا، أموال ملوثة بالدم الفلسطيني ويتاجر بها. أين حق الأخوة؟ أنا لا ألوم الشعوب، وإنما ألوم مع الأسف من يتولى زمام الأمور. وإذا وسدت الأمور لغير أهلها فانتظروا الساعة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفرنا الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا يموت أهلنا في شمال غزة صبرا، ويموت أهلنا في السودان صبرا، ومن منا يتذكر مضايا في بلاد الشام قبل سنوات خلت، ننسى المآسي من خلال متابعة مباراة، ننسى ما يجري للمسلمين، نتأثر تأثير مؤقت حينما يشجعنا الإيمان بالصدقة، نتصدق. وإذا أمهلت وخرجت فترة في نفسي ما كنت أريد أن أتصدق به، مع الأسف مواقفنا مرحلية، سيزول هذا الحصار وإن طال. وتذكروا وتلك الأيام نداولها بين الناس، غزة والسودان وغيرها تعيش الحزن والألم والانكسار، وألم الخذلان سيزول، وسيبدل الله سبحانه وتعالى حصاره فرجا ومخرجا، وحزنه سرورا وفرحا. كم دام الحصار؟ حينما حصر النبي صلى الله عليه وسلم هو والزمرة المؤمنة التي ما أرادوا لها أن ينتشر معتقدها، كم كان عددهم في الحصار؟ كم كان عددهم في شعب أبي طالب؟ وانظروا إلى أمة 2,100,000,000، مليار ونصف زمان، الآن 2,100,000,000. أصل 2 مليار هم الذين كانوا محاصرين في شعب أبي طالب، وجاء الفرج من الله بعد 3 سنوات. ومن رفع الحصار؟ المشركون. نرى أصوات فنانين ورياضيين ومغنيين لا يدينون بدين الإسلام، لا يدينون بدين الإسلام، ويصرخون في وجه هذه الإبادة الجماعية الوحشية المتوحشة. وبالأمس يوتيوبر السويسرية مشهورة تبكي فرحا لأنها جمعت $1,000,000 خصصتها للمساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة. فينا هي المبادرات ديالنا حنا؟ فينا هي أمة الجسد الواحد؟ أين هي؟ أين هي؟ أنسونا بمشاكلنا وبهمومنا وبالغلاء، والحديث عن كأس إفريقيا وتنظيم يعني كأس العالم، صرنا هكذا نفكر في لباسنا وفي مطعمنا وفي مشربنا وفي نومنا وكأننا خلقنا لهذا. الدنيا حبلها قصير وستنتهي، ما قدمت أنت وما هو سؤالك بيني لربك جل وعلا، وأنت ترى ما يجري لإخوانك وأضعف الإيمان أن تحمل همهم، كما قال عمر: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هل حملت همهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله في هذه الدواب المعجمة لأنها لا تستطيع أن تشتكي. ونحن سمعنا صرخات الأطفال
وأنات شيوخ وبكاء أرامل. ربما معتصماه انطلقت من أفواه الصبايا ليبتلي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. واقع، نعم، ناهيك ناهيك عما يندله الجبين وتتفطر له الأكباد من مناظر ألفناها يوميا. حتى بعض الناس يقول لك سئمنا من هذه الأخبار، بدل لنا شويه شي مسلسل، بدل لنا شويه نشوفوا شي مباراه، عينا بهذا الشيء. وانت جالس في بيتك تنام من اجفنك وتاكل من ابطنك حتى تضع يدك على بطنك من شده التخمه، ثم تذهب الى الطبيب وتقول اريد التخسيس من شده الاكل والطعام والشراب، واخوانك يتضورون جوعا وقد اشتكوا. الدواب اشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، وهو حديث عند الامام احمد في المسند، وايضا هو حديث صحيح، حديث عبد الله بن جعفر بن ابي طالب لما اخبرنا بان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الى حائط وهو مستبق قضاء حاجته. نعطيكم غير موضع الشاهد، فجاء جمل راى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح في الصحيح، راى النبي صلى الله عليه وسلم جمل، راى النبي صلى الله عليه وسلم فحن وبكى، جمل يبكي على من؟ على الرحمة المهناس، على النعمة المستاس. أو نحن من أمة منا وفينا رسولنا صلى الله عليه وسلم ونقف هذه المواقف المخزية؟ وكونوا على يقين أنها أمة منصورة. والعبرة بالخواتيم، والعبرة بالمآلات، وكونوا على يقين أن الله سينتصر للمستضعفين عاجلا أو آجلا. وحتى ما كانت في الدنيا لا يضرك، قص الله علينا خبر أصحاب الأخدود وأحرقوا، نعم، بالزيت الحار حتى انفصلت عظامهم عن لحومهم. هل قص الله علينا نبأ من فعل بهم ومن سامهم كل هذا العذاب؟ أبدا. إذن فغدا يوم القيامة لما يقول الغلام لأمه يا أمي يا أمة اقتحمي اقتحمي، نار في الدنيا أوقدوها وحفروا الأخاديد، اقتحمي يا أمه ولا تترددي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. هذا طفل رضيع أنطقه الله لأن أمه ترددت حينما أراد أصحابها المعذبون لها أن يلقوها، فقال لها الرضيع يا أمه لا تترددي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. هذا الجمل يبكي، جمل يبكي. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح دفراه. دفراه هو المنطقة الخلفية في القفا ديال الجمل عند الأذن، كيعرق منها الجمل، تما الجمل تيعرق. فمسح دفراه صلى الله عليه وسلم، فتقول الرواية فسكت، أي كفكف دموعه، كفكف دموعه صلى الله عليه وسلم للجمل، فقال من رب هذا الجمال؟ من رب هذا الجمال؟ من صاحب هذا الجمال؟ فجاء فتى من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، اسمع المعجزة. فقال اتق الله يا فتى في هذه الدابة التي ملكك الله إياها، فإنها شكت لي أنك تذئبه ولا تطعمه، تذئبه أي تتعبه ولا تطعمه أي تجيعه. هذه دابة واحدة، ويقول الله عز وجل اتق الله في هذه الدابة، فما بالك ب 2 مليون و 100 ألف نسمة غزة في قطعة صغيرة بالنسبة للكرة الأرضية وبالنسبة لأهلنا في السودان. هل رفعنا أكف الضرع وهو أضعف الإيمان؟
أن ندعو لهم بظهر الغيب وفي الأوقات الفاضلة كهذه الساعة التي يعني قبل مغرب هذا اليوم مغرب الجمعة اللي هي ساعة استجابة. هل قنتنا قنوت النوازل؟ إذا لم تكن هذه نوازل فأنبئوني بالله عليكم ما هي النازلة التي نزلت بالأمة اليوم؟ أليست هذه نوازل؟ أم أن الحديث عما يتعرض له المسلمون اليوم هو جريمة أو إرهاب؟ الإرهاب هو الذي يمارس في حقهم. لنمتلك شيئاً من الرجولة، ولنمتلك شيئاً من الجرأة، ولنمتلك شيئاً من النخوة على الأقل لنضع الأمور في أماكنها ولا نلف ولا ندور. فأنت مسؤول أختي، أنت مسؤولة، وكل منا مسؤول على قدر مسؤوليته، وسنسأل أمام الله. إذا كانت امرأة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر عذبت امرأة في هرة حتى ماتت دخلت فيها النار إذ حبستها، فلا هي أطعمتها ولا سقتها، إذ حبستها حبستها وأعطيها تأكل وأعطيها تشرب. قد تشي عصفور ودرتيه في القفص أعطيه يأكل ويعطيه يشرب، لا حرج عليك، ديره في القفص وتخليه حتى يموت أنت مسؤول عليه، ويكون سببا في دخول النار. وهذا الشيء واتخذوا احنا في الغبين به. أين إلى أين نحن ذاهبون؟ واللي كيحس في النفس ديالك الدعاء لأهلنا المستضعفين اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم كيخصهم بالدعاء، تيقول اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. ما قدرناش ندعيو حتى الدعاء للمستضعفين بلفظ العموم من غير تخصيص. ما هذا الجبن؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المؤمن جبن خالع، جبن خالع وبخل هالع. بخلنا بكلمة حق، بخلنا بكلمة حق، وعاد الجبن عشعش فينا الخوف، وعدنا الجرأة غير باش نقتحموا أحكام الشرع باش نبدلوها باش نغيروها، باش نقولوا أن الإسلام ظلم، والإسلام ما عطاش حق المرأة، والإسلام ما عطاش حق الطفولة، والإسلام ما عطاش حق الكذا، والإسلام ما عطاش حق الأن، ظلمنا يعني الجرأة غير من أجل الاستدراك على الأحكام ديال الشرع من بني جلدتنا. وكلمة حق ونحن نراها بأم أعيننا سخر الله لها من يدين بغير ديننا فقالها ونحن لم نقلها، وكنحفظ أسماء ديالهم. إن الله ينصر الدين للرجل الفاجر. اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم وفقنا لتدارك بقايا الأعمال، ووفقنا لتدارك بقايا الأعمار. سجلوا موقفا أيها الإخوة تمحو به هذا العار الذي رسم على جبيننا في هذا العهد وفي هذا الزمان، زمن التخاذل، زمن الصغار، زمن الذلة وزمن الخنوع. كنا نعتقد يعني فقط أن الرتب إنما هي عسكرية، يكون الإنسان عقيد وضابط ولواء إلى غير ذلك. فصرنا مع الأسف كلنا إلا من رحم الله عز وجل نتقلد وسام الخيانة، إلا من رحم الله عز وجل. فصارت رتبة بامتياز، إنسان وصل إلى رتبة الخيانة والمكر والخديعة في النار كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم استرنا بذكرك يا ستير. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين رحمن الدنيا ورحمن الآخرة ورحمهما أن ترحم أهلنا في غزة وفلسطين وفي السودان وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور من جوعهم ومن حاصرهم ومن خذلهم ومن تاجر بقضيتهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم وفقنا لبيان الحق والدعوة إليه، اللهم وفقنا لبيان الحق والدعوة إليه. اللهم أصلحنا حكاما ومحكومين، اللهم أصلحنا أمراء ومأمورين، اللهم أصلح إعلامنا وتعليمنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى، اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا، وداوي جرحانا وفك أسرانا. اللهم إن عبدا قد مرض وهو طريق الفراش عبدك حسن، فاللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما وجمع له بين الأجر والعافية، واشف والد أحد أخواننا قد أوصانا.
الأخ الحسين، فاللهم اشف والديه شفاء لا يغادر سقما، ومن كان له أب أو أم أو قريب أو بعيد مريض فاللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم وعافهم يا رب العالمين، اللهم اشف والدينا، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اغفر لنا خطأنا وتقصيرنا وزللنا في حقهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا يا رب العالمين، واحفظنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين، اللهم اعصمنا من كيد الشيطان الرجيم، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.